احبائي المشاهدين في كل مكان رائع وجيد ان نلتقي عبر هذه الشاشه مع حلقه جديده من برنامجكم خادم الملكوت. سوف اتحدث معكم في هذه الحلقه عن امتحانات القياده، امتحانات القياده. كل يوم من ايام حياتنا نجتاز بظروف معينه بامتحانات معينه وامور علينا ان نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطي الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى، وإلى صف أعلى. اغلبنا لا نحب الامتحانات، واذا بنرجع بنتذكر ايام الامتحانات ربما كانت ايام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير، سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم إنه احنا ما بنحب الامتحانات، لكن ولا الاختبارات، لكن احنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها. تتأكد أن البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة وأيضا بتحب تتأكد أن السواقين الآخرين على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة سواقة فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة أه لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة و أه كنت بحب أتأكد أن الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة وأيضا فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور لو انت رحت على دكتور وقال لك انا مش دارس يعني انا طبيب ومش دارس لكن بحب اساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على على طبيب من هذا النوع، بتحب تتاكد انه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهاده وفاهم في الامور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة وهكذا الله يمتحن الخادم يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم أريد أن أقول لك شيء اليوم أنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة لكنه فرصة للتشكيل والتغيير رح أقولها مرة الامتحان في حياة الخادم مش عقبة مش مشكلة لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا والامتحان ايضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه وبالتالي الله ينقله لمستوى اعلى والامتحان عاده بيكشف قد احنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا اكثر من ما احنا بنتخيل لانه الامتحانات اللي بنجتاز فيها احيانا بتحطنا امام حقيقه انفسنا الامتحانات اللي بنجتاز فيها احيانا بنسال فيها يا رب وينك في هذا الامتحان وينك في هذا الظرف اللي احنا بنجتاز فيه واحيانا الامتحان يشير وبفرجينا انه احنا لم ننضج لسه مش ناضجين روحيا لسه مش نمين روحيا بالطريقة اللازمة كم من الخدام شكلهم حلو من برا لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع ما فيش احتمال وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة بيطلعوا كل اللي في داخلهم والامتحان اللي بنجتازه بنجاح إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتدأنا من العدد الأول يقول وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المريّة واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه ومعه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. لاحظ ابراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو احنا في مكان ابراهيم لكنا سالنا يا رب هل احنا سمعنا صوتك صح هل احنا يا رب متاكدين منك والله طلب من ابراهيم يقدم اغلى شيء عنده مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم ربما يقول لك قدم خدمتك ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح قدمه قدمه لإلي هل احنا مستعدين فعلا نقدم لله اغلى شيء عندنا صحيح ابن اسحاق هو ابن ابراهيم لكنه هو ابن الموعد فابراهيم بوضعه اسحاق على المذبح وكانه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله واماله، لكن عرف انه الله امين جدا واراد ان يطيع الله ونجح في امتحان الطاعه. خبرنا الكتاب المقدس في الرساله الى العبرانيين اصحاح 11 هذه الكلمات بالايمان ابراهيم ايضا لما امتحنه الله قدم اسحاق ابنه فانه اذ قبل قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة مع أن الله قال له بإسحاق يكون سوف يكون لك نسل يحمل اسمك فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه. لكن إبراهيم كان في امتحان، كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان، بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان، هذا الوضع كان مع ابراهيم لكن منشوفه نجح في امتحان الطاعه وقدر يكون عنده الطاعه والخضوع الكاملين للرب. شو في اكثر من انك تقدم ابنك الوحيد، شو في اكثر من انك تقدم ابن المواعيد، لما تقدم الغالي عندك كل شيء اخر سوف يكون سهل بالنسبه لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك ان تقدم على المذبح؟ هل يريدك ان تقدم خدمه او علاقه او عمل او اي امر معين، اذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15 الله أعطاه بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع يوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة في مراحل النمو بيجتاز فيها كل واحد سيجتاز في امتحانات وتذكر انه هدف الامتحان هدف الله انه يمتحنك انك تنجح حتى ينقلك الى مستوى اعلى وينقلك الى صف اعلى زي اللي بيكون في صف اول وبيخلص فبيطلع وبينجح فيترقى او بيتعلى بيترفع على صف ثاني مطلوب منك انك تطيع الرب والرب هو قادر ان يقيمك وان يمتحنك هو القادر انه يرقيك مشكلتنا كثير مرات كخدام احنا مستعجلين ونريد انه كل الامور تكون في حياتنا بسرعه، لكن كلمه الله تخبرنا في سفر الجامعه انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو اله كل السلطان. لكن خليني احكي لك شيء اخر انه امتحان الله لك ليس بسبب الخطيه. طبعا الخطيه عائق ومعطل في حياتك لكن امتحان الله لك لانه يريد انه يغيرك يريد انه يشكل في حياتك ويريد يشوفك اذا انت جاهز للمرحله التاليه او لا هل انت جاهز للنقل اللي جاي في حياتك صلي انه الله يمتحنك ويمتحن قلبك داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات بقول جربني يا رب امتحني صفي كليتي وقلبي صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي يا رب امتحني أيضا في مزمور 16 عدد سبعة يقول أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتاي عم بقول يا رب امتحني امتحني حتى في وسط الليل صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني إخوتي الأحباء بحاجة أنه نعرف ما في وداخلنا بحاجة أنه الله يمتحننا وهي الامتحانات بتنقينا وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لامور اكثر الله يصنعها من خلالنا كلنا بنعرف الايه الشهيره في مزمور 139 ايضا داود يصلي فيقول اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري قل له يا رب امتحني 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 نقيني داود يطلب من الله أن يمتحنه لأنه القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك هو يجهزك لامور اكبر وامور اعظم وهناك امتحانات كثيره في القياده اخوتي الاحباء لكن اولها واهمها هو الامتحان الامور الصغيره، امتحان الطاعه في الامور الصغيره. في انجيل لوقا اصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمه الله ان الامين في القليل امين ايضا في الكثير والظالم اي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة الله بيمتحننا بأمور صغيرة لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة بأمور قليلة جدا وكان أمين عليها والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع داود كان أمين جدا كان أمين جدا وقدر يخلص يخلص الشاة من من الاسد ومن الدب قدر ينقذها نجح في الامور الصغيره كان في البريه لوحده نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده كان امين ومطيع والده بانه يحضر الطعام لاخوته كان امين عمل الامور الصغيره بامانه واجى الوقت واجى اليوم اللي يوقف فيه قدام جوليات لانه كان امين في القليل الله اعطاه له امانه في الكثير لانه نجح في امور صغيره الله اعطاه نجاح في امور كبيره وامور عظيمه جدا أنقذ شاف في البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك وهذا الامتحان امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي ان الرب يحط كل واحد فينا كل خادم فينا في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب فيكون شخص مناسب في مكان مناسب مهم جدا امتحن نفسي كخادم وامتحن دوافعي هل ما هو هدف خدمتي ما هو دافع خدمتي هل محبه الاخرين وخدمه الاخرين او او هو مجد شخصي اخوتي الاحباء لازم يكون الهدف النهائي الاول والاخير من خدمتنا هو خدمه الاخرين ومحبه الاخرين لانه هذا هو هدف الخدمه في النهايه. لا يوجد خدمه اهم من خدمه اخرى، كل الخدمات مهمه في جسد المسيح، اللي بنظف الارض في الكنيسه زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز، كل شخص له دور، كل شخص له مهمه في جسد المسيح، والله يريدك ان تكون امين حيث وضعك. الله يريدك ان تكون امين في الامور الصغيره اللي بيطلبها منك هو سيقودك ويقيمك على امور اكبر وامور اعظم لكن يريدك ان تكون امين في الامور اللي وضعها بين ايديك كلمه الله تقول في رساله كولوسي اصحاح 3 عدد 17 وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به إخوتي الاحباء اختبار الامور الصغيره يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياه كل خادم، كل موقف بمر عليك، كل امر تشتاس فيه في الحياه هو امتحان، هو امتحان هل انت امين مع الله؟ هل انت بتطيع الله في الامور الصغيره؟ الله ان وجدك بتطيعه في الامور الصغيره سوف يقيمك على امور اعظم. بذكرك في نهايه هذه الحلقه انه امتحان الله لك ليس عقبه وليس عائق، لكن هو فرصه، هو مش عقبه لكن هو فرصه. حتى الله يشكلك حتى الله يغيرك حتى الله يجعلك الاناء الذي يريد ان يكون حتى الله يجعلك الاناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان الرب معك